حالك ما كذبتش بينا؟ ما كذبتش. ليه ما كذبتش؟ ليه ما كذبتش انت وخالتك؟ صحابه لا ماشي ديما. ما كتسالفوش الناس بجوج؟ ما كتسالفوش الناس. كاين واحد الموهبه من الله سبحانه وتعالى في النفس ديال الانسان كتجعل الاب ولا الام تتفرق ما بين البنات واخا كيكونوا متشابهين، لان النفسيه هي اللي كتلعب الدور. هذاك سر رباني فهمتي. وبعض المرات ما كنفرقوش بيناتهم، ملي كيكونوا شي 11 ما كنفرقوش بيناتهم. وكنتمنى للشعب المغربي سنه سعيده وعيد مبارك سعيد للامه المغربيه وعيش محمد السادس.